الحياة اللي لا ينتهي ابدا ولن ينتهي. الحقيقه جالنا فيديو من دكتور ياسر فرج رئيس مركز ومدينه اوسيم. الفيديو ده يعني هنشوف كده مع بعض الفيديو ونرجع نعلق عليه. كان الدكتور ياسر فرج بيمر في شارع من شوارع المدينه وشاف قهوه، والقهوه دي للاسف كان عليها طلبه هربانين من المدرسه وقاعدين على القهوه. تعالوا نشوف كده جزء او نشوف الفيديو ده ونرجع لكم للتعليق. رد عليا، رد عليا، انت شايف يدي ربنا، يدي ربنا ان انت تاكل عيش وتاكل طريق المنطقه كده؟ انت شايف المحل فين يا باشا؟ انت شايف المحل فين؟ لازم يا باشا حاجه عليها يا باشا حاجه عليها. معلش هم عشان جايبينها بالقسط والله لسه جايين كلكم في عينيا. ولا جاي هنا خدمتك؟ مش انا عارف والله انت كده. انما الشارع ليه حق، الناس ليها حق انها تمشي وتعدي. والله العظيم جايبين القهاوي من قله الادب من اللي فرن عشان ما ينفعش حضرتك. روح يا ابني القهوه دي تبقى خالص عشان يبقى قاعد طبعا عنده كويس. طيب احنا زي ما شفنا دكتور ياسر طبعا كان بيمر وحصلت المواقف دي. يا دكتور ياسر صباح الخير. طبعا خير عليكي وعلى ضيوفك الكرام يا فندم. اهلا بيك وتحياتنا لحضرتك طبعا على الموقف ده. انا عايزك بس تشرح لي كده في الاول، في اول الفيديو حضرتك كنت بتعنف احد المواطنين، هو ده لانك شفت؟ انا عايز اعرف بس الموقف كان ايه. الولاد كانوا هربانين مزوغين من المدرسه وقاعدين على القهوه، ايه اللي حصل؟ مش فاهمه. هو الموقف اساسا عباره عن حمله اشغالات في منطقه مدينه بشتيل تبع مدينه اوسيم. واحنا شغالين طبعا بالشارع، الناس يعني بتيجي علينا وتقول لنا ده حرام، ده بياكل عيش. يعني اللي ياكل عيش حتى ياكل عيش جوه محله مش بره الشارع، تبقى خارج عن المحل 3-4 متر و5 متر، والشارع كله اساسا 3 متر. فتخيلي الناس بتمشي في قد ايه؟ تمشي في نص متر مثلا. فهي كان ده الموقف الاولاني. الموقف الثاني طبعا القهاوي اللي هي طبعا مفتوحه بالنهار بالذات، والطلبه اللي هم اولى ثانوي وثالثه اعدادي وثانيه ثانوي مفترشين على القهاوي قاعدين جوه القهاوي وبيشربوا شيشه للاسف وقاعدين. يا فندم دول مش قصر؟ هو مش المفروض ان الدخان والشيشه والسجاير ما تتباعش للاقل من 18 سنه؟ ده المفروض، ده قانون كمان. ده قانون تمام. المفروض ان اللي يبيع لاقل من 18 سنه السجاير والحاجات دي تتحبس. بالظبط. طب حضرتك كنت بتتكلم مع، اتكلمت مع مين بقى في الموضوع ده؟ يعني مع صاحب القهوه مثلا اللي سمح بده؟ صاحب القهوه خدناه وعملنا له محضر اصلا. طب وشمعنا القهوه، فضينا القهوه من الكراسي ومن الشاش وشمعنا القهوه وخرجت الاولاد بره. لا مش بالمناسبه. والاولاد مالهم؟ خرجناهم بره. خرجتهم بره. طيب خليك معايا كده دكتور وليد، دكتور ياسر، لان سياده اللواء وليد رشاد رئيس حي رود الفرج عايز يعاقب على كلام حضرتك. اتفضل. هو طبعا الظاهره اللي عند الدكتور ياسر دي موجوده في، ولازم كلنا نتكاتف ان احنا نمنع الموضوع ده بجد. يعني مشكله. نمنعه بجد وبكل حزم. ونطلب من الاهالي ان يتعاون معانا، لان احنا بنيجي نمنع الكلام ده الاهالي بتتدخل تقول لنا يعني ما يصحش وحرام. ما يصحش وحرام ايه؟ هم مش قاعدين على القهوه وانتوا بتقوموهم؟ فانا بطلب من الاهل يعني تعاون. ثواني بس، هو مش بيبقى خارج من البيت رايح المدرسه، وانا لما اكتشف ان ابني خرج من المدرسه هرب وراح على القهوه انا كده مبسوطه يعني؟ هو الموضوع مش كمان طلبه بس. امال ايه؟ موضوع المهنيين والصناعيه. دلوقتي المصانع بتقفل لان مفيش عماله، العماله بتبقى قاعده على القهوه. انا بنزل 6 الصبح بلاقي ناس قاعده على القهوه، وقاعده مش لسه قاعده، دي قاعده من بدري، يعني بتنزل الفجر تقعد على القهوه او طول الليل بتقعد على القهوه وتنام طول النهار.
فده محتاج برضه تعاون من الاهل. لا دي ثقافه بقى. طيب دكتور ياسر اتفضل يا فندم. طب تم اتخاذ الاجراء اللازم مع صاحب القهوه، وحضرتك كنت سامعاك بتتكلم على موضوع الاشغالات، الاجراء اللي اتخذ مع صاحب الفرن ولا صاحب المحل حضرتك كنت بتتكلم معاه، ايه هو الاجراء يا فندم؟ طبعا اترفع الحاجات اللي هو شاكل بيها الطريق واتنطرت في المخازن، عمل له محضر اشغال وتنبه عليه دي للمره الاولى والاخيره ان هو يحط حاجه بره، لو حط حاجه ثانيه بره بنتعامل بقى معاه قانوني ان احنا بنجلي له المحل بناء على الاشغال حتى لو هو مع رخصه. تمام. هو معروف يعني، وللاسف 90% من المحلات دي ما بقاش تعامل رخص. ما نبقاش اكتر بنقلبه على طول. هو احنا طالبين يكون في تعاون اكتر ما بين المواطنين والمسؤول في الحكايه دي. يا ريت ده بقى ده اهم حاجه، ايه حته التعاون اللي قال عليها سياده القوى. يعني التعاون بيننا وبين الشارع، حتى الناس في الشارع، ان في ناس في الشارع مغرضه بيبقى وراها مصالح شخصيه بتقوم الناس علينا، حرام دول ياكلوا منين؟ ده مش عارف الكلام ده كله. ما هو اللي هو وليد هنا من شويه كان بيقول بننقلهم مكان تاني يا فندم، مش بناخدهم نرميهم، يعني هما بينتقلوا لمكان تاني، بس لان في ناس تانيه بتبقى ماشيه في الشارع باولادها او مدارس او كذا بيتضايقوا من الاشغال اللي في الطريق، او حتى الناس اللي ساكنه حواليهم يا فندم بيطلعوا ينزلوا من البيت ازاي؟ بس احنا بنتكلم على المحلات نفسها، المحلات انت جوه المحل اشتغل جوه المحل، ايه اللي خليك تخرج بره المحل؟ ما هو المكان هو متواجد بالفعل، مش محتاج ان انا اديك مكان تاني. انت خارج بره المحل كيلو ده متر ليه؟ ثقافه احنا تعودنا على كده، هي للاسف اتعودنا على اللي عنده محل واللي ما عندوش محل لازم يطلع حته بره الرصيف كده. للاسف للاسف. وبرده حته النظافه دي هي مهمه جدا جدا جدا، احنا دلوقتي بنركز في الاماكن اللي يبقى عندي 50 مكان بيلموا فيه، احنا بنجمعه في مكان واحد فيا ريت يلموا فيه، بيبقى مكسل ان هو يمشي صحيح 7 8 متر. طب ليه؟ ليه ما انت عندك المكان اهو خلاص، انا حددت لك المكان ده يا ريت ترمي فيه. تمام. دي بقى من خلال منابر الاعلام الجميله اللي زيكم يعني تعرفوا الناس يعني ايه التزم بمكان الرمي، يعني ايه ممكن مثلا ممكن مكان هناخد شويه وقت يا فندم في تغيير الثقافه، بس يعني هي مش حاجه مستحيله. الله يقويك و... انا ان شاء الله. الله يخليك يا فندم، وانا بحييك ولنا لقاء ان شاء الله قريبا في برنامج نهايه الاسبوع. دكتور ياسر فرج رئيس مركز ومدينه اوسيم، شكرا جزيلا. وفي